ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر والي جهة سوس مساء عامل عمالة أكادير إيدو تنان قرارا عامليا يقضي باتخاذ تدابير للاقتصاد في الماء نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى جهة سوس مساء، ومنع والي جهة سوس مساء غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية وغسل المباني والطرقات، كما منع ملء المسابح بالمياه الصالحة للشرب واستعمال رشاشات الشاطئ. وبحسب التعليمات فقد دعت إلى العمل على سقي المناطق الخضراء فقط بواسطة المياه العامة المعالجة وباستعمال الشاحنات الصهريجية في انتظار استكمال مد القنوات الخاصة بذلك، كما طالبت بتنظيم حملات تحسيسية واسعة النطاق قصد الاقتصاد في استعمال الماء بهدف تخفيض الاستهلاك. ومن هذا المنبر نسأل الله العلي القدير أن يتكرم علينا بجوده وعطائه وأن يسقينا غيثا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.